السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 7 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم النبيري. إذا التمرين يقول حل في R المعادلة الآلان ديال X مربع زائد 2X ناقص 3 تساوي 1 زائد الآلان ديال X زائد 3. إذا أول خطوة دائما في المعادلة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة. إذا لتكن دي مجموعة تعريف هذه المعادلة، إذن D تساوي إذن X هو عدد حقيقي ينتمي إلى R. شروط: إذن ما بداخل الآلان دائما يكون موجب قطعا، إذن X مربع زائد 2X ناقص 3 أكبر قطعا من الصفر. والشرط الثاني، إذن عندنا الآلان ديال X زائد 3، يعني X زائد 3 أكبر قطعا من الصفر. إذن جوج شروط، يعني احنا عندنا و، يعني الشرطين يجب ان يتحققان معا. اذا اكس كتنتمي ل ار، اكس كاري زائد 2x ناقص 3. في المترجح الثاني عندنا اكس زائد 3 اكبر من 0، اذا اكس اكبر من ناقص 3. إذا المترجح هذه ما عندناش فيه إشكال، كيبقى عندنا الإشكال في هذا المترجح هذه. إذا هنا خصنا نحدو أو نحلو المتراجحة x كاري زائد 2x ناقص 3 أكبر من الصفر. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نديرو الإشارة ديال هذا المتراجحة. إذا حنا عندنا x كاري زائد 2x ناقص 3، إذا غادي نحاول ندير غادي نديرو نحلو المعادلة. دونك هذه عبارة عن حدودية من الدرجة الثانية. إذا دلتا شنو كيساوي؟ كيساوي لنا بي مربع، إذا جوج أس إثنان هي 4 ناقص 4 في 1 في ناقص 3. إذا 4 ناقص 4 في ناقص 3 هي زائد 12، إذا دلتا كيساوي 16. يعني إلا درنا الجذر ديال دلتا غادي يعطينا جذر 16 أي تساوي 4. إذا الحل ديال هاد الحدودية، إذا X إما غتساوي، إذا حنا عندنا جوج X يعني ناقص 2 ناقص جذر دلتا اللي هو 4 على 2 إذا على 2، أو X غادي تساوي ناقص 2 زائد 4 على 2. إذا هادي حدودية من درجة ثانية، دلتا كبير من صفر يعني دلتا، يعني الحدودية تقبل حلين. إذا X عندنا ناقص 2 زائد ناقص 4 هي ناقص 6 على 2 هي ناقص 3، أو X تساوي ناقص 2 زائد 4 2، 2 على 2 1. إذا الإشارة ديال الحدودية خصنا ندير جدول الإشارة. إذا الحدودية X مربع زائد 2X ناقص 3، إذا جدران ناقص 3 1، هنا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، X عدد حقيقي. إذا هذه الحدودية تنعدم في ناقص 3 وكتنعدم في 1. القاعدة كتقول لنا خارج الجدرين كتكون إشارة أ، أ هو المعامل ديال X كاري، هنا 1 يعني المعامل موجب، إذا الإشارة 1 موجبة. بين الجدرين كتكون الإشارة عكس إشارة أ. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان حنا عندنا بان x مربع زائد 2x ناقص 3 اكبر قطعا من الصفر، اي x كتنتمي، كناخذ المجالات الموجبه، اي x كتنتمي ناقص لا نهايه ناقص 3، المجال مفتوح لان اكبر قطعا اتحاد المجال 1 زائد لا نهايه. وفي نفس الوقت عندنا x اكبر قطعا من ناقص 3. ماذا يعني؟ يعني ان اكس هنا هو اكس كتنتمي للمجال ناقص 3 زائد لا نهايه. اذا اكس كتنتمي لاتحاد هذ المجالين وكتنتمي لهذا المجال هذا، يعني هنا خصنا نديرو تقاطع ديال المجالين. يعني مجموعه التعريف غتكون هي اذا اكس كتنتمي ناقص لا نهاية ناقص 3 اتحاد
واحد زائد لا نهاية، هادشي كامل التقاطع ديال المجال ناقص ثلاثة زائد لا نهاية. إذن هنا ممكن نستعمل المستقيم المدرج باش نحدو بكل سهولة. إذن عندنا صفر وكاين واحد وكاين ناقص ثلاثة. إذن نبداو بهذا الجزء هذا، إذن ناقص لا نهاية ناقص ثلاثة، إذن المجال هنا مفتوح، يعني إكس كتنساهم كتكون في هذا الجزء هذا أو في هذا الجزء هذا. هذا بالنسبة للمجال ناقص لا نهاية ناقص ثلاثة، واحد زائد لا نهاية. الجزء الثاني هو ناقص ثلاثة زائد لا نهاية، يعني هذا الجزء هذا. طيب الحال هنا المجال مفتوح في الاتجاه هذا. حنا شنو كنحدو؟ كنحدو التقاطع، يعني خصو يكون اكس كتنتمي لهذا المجال، يعني المجالين بجوج، وبالتالي التقاطع كاين في هذا الجزء هذا اللي هو واحد زائد لا نهاية. اذا مجموع التعريف دي كتساوي لنا المجال واحد زائد لا نهاية. إذن دابا غادي نحاولو نحلو المعادلة. إذن لكل إكس من المجال واحد زائد لا نهاية لدينا، إذن عندنا الآلان ديال إكس مربع زائد جوج إكس ناقص ثلاثة تساوي واحد زائد الآلان إكس زائد ثلاثة. الفكرة في هاد النوع المعادلات يعني كنحاول نلقى الآلان ديال واحد التعبير كيساوي لنا الآلان ديال شي تعبير آخر، يعني داك الواحد خاصها نرجعها على شكل آلان. إذا حنا كنعرفو بأن الآلان ديال أو هي واحد، وبالتالي هاد المعادلة تكافئ الآلان ديال إكس مربع زائد جوج إكس ناقص ثلاثة تساوي الآلان ديال أو زائد الآلان ديال إكس زائد ثلاثة. كنعرفو كذلك بأن الآلان ديال أ زائد الآلان ديال بي كيساوي لنا الآلان ديال الجذع ديال أ في بي. إذن المعادلة كذلك تكافئ الآلان ديال إكس مربع زائد جوج إكس ناقص ثلاثة تساوي الآلان ديال الجذع أي ديال أو في إكس زائد ثلاثة. إذا كنعرفو بأنه إلا كان عندنا الآلان ديال أ كتساوي لنا الآلان ديال بي فهذا يكافئ أ يساوي بي. إذن تكافئ إكس مربع زائد جوج إكس ناقص ثلاثة تساوي ماذا؟ تساوي أو إكس زائد ثلاثة. إذن عندنا معادلة من الدرجة الثانية فكيمكن نلقى الحل بسهولة. إذن هذه المعادلة تكافئ، إذا عندنا إكس مربع زائد جوج إكس ناقص ثلاثة، إذن كنرجع هذا الجزء هذا للطرف الأول للمعادلة غير رجع ناقص. إذا عندنا أو في إكس هي ناقص أو إكس، وأو في ثلاثة هي ناقص ثلاثة أو تساوي صفر. إذا كنحاول نرجعها لشكل المعادلة من الدرجة الثانية، عندنا إكس مربع، عندنا جوج إكس ناقص أو إكس، إذا زائد إذا جوج ناقص أو إكس، وكيبقى عندنا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة أو، أي يمكن لي نعمل بثلاثة واحد زائد أو. إذا المعادلة من الدرجة الثانية. إذا هنا كيمكن لي ندير دلتا لحل هذه المعادلة. إذا دلتا شنو كتساوي؟ هي بي مربع أي جوج ناقص أو الكل أس اثنان ناقص أربعة في واحد في ناقص ثلاثة واحد زائد أو. إذا نبسطو هاد الكتابة، حنا عندنا متطابقة هامة. إذا هي جوج أس اثنان هي أربعة، ناقص اثنان في اثنان يعني ناقص ربعة أو زائد أو مربع. إذا هنا كنشرو ناقص ربعة في ناقص ثلاثة هي زائد اثناش وربعة في أو، إذا زائد اثناش أو. إذا كنديرو النشر. إذا دلتا يساوي ماذا؟ إذا عندنا أو مربع ناقص ربعة أو زائد 12 أو هي زائد 8 أو،
وربعة زائد 12 إذن كتساوي لنا 16. إذن دلتا شتو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا أو مربع زائد جوج في ربعة أو زائد ربعة أس إتنين، يعني هذه على شكل متطابقة هامة، إذن هي أو زائد ربعة الكل أس إتنين. وبالتالي هاد التعبير راه أكبر قطعا من الصفر، إذن المعادلة تقبل حلين. شنو هما هاد الحلين؟ إذن كنديرو بدا في الأول جذر دلتا، راه كيساوي لنا الجذر ديال أو زائد ربعة الكل أس إتنين أي يساوي أو زائد ربعة. وبالتالي الحلول إما إكس غادي تساوي، إذا المعادلة عندنا هي هذه، إذا كتساوي لنا جوج ناقص أو أو ناقص، لأن عندنا كنقولو ناقص بي، يعني ناقص جوج ناقص أو ناقص جذر دلتا اللي هو أو زائد ربعة على جوج أو إكس كتساوي، إذا نحسبو بعد هذه الأولى، يعني إكس كتساوي ماذا؟ ناقص جوج، إذا ناقص جوج ناقص مع الناقص هي زائد أو ناقص أو ناقص ربعة، إذا أو ناقص أو مشات، وناقص جوج ناقص ربعة هنا بطبيعة الحال على جوج، وناقص جوج ناقص ربعة هي ناقص ستة، ناقص ستة على جوج هي ناقص تلاتة، أي أن إكس كتساوي لنا ناقص تلاتة. أو إذا قلنا حل، الحل الأول هو ناقص تلاتة، والحل الثاني إكس كتساوي ماذا؟ كتساوي لنا ناقص بي أي ناقص جوج ناقص أو زائد جذر دلتا اللي هو أو زائد ربعة، إذا على جوج. إذا هنا كنحاولو نبسطو هاد الكتابة، إذا إكس تساوي ماذا؟ ناقص جوج، إذا ناقص مع ناقص أو كتولي زائد أو زائد أو زائد ربعة على جوج، إذا أو زائد أو هي جوج أو، وناقص جوج زائد ربعة هي جوج، إذا جوج زائد جوج أو على جوج، إذا أنا كيبان لي الجوج كيمكن لي نختزل نعمل بالجوج غيبقى لنا واحد زائد أو، إذا إكس تساوي واحد زائد أو، إذا حلان إما إكس كتساوي واحد زائد أو أو إكس تساوي ناقص تلاتة. طبيعة الحال حنا دائما خصني نتأكد بأن هاد الحلول كينتميو لمجموعات التعريف، إذا ناقص تلاتة ناقص تلاتة لا ينتمي إلى الدي، شنو كيبقى؟ كيبقى واحد زائد أو هي اللي كتنتمي للدي، وبالتالي في مجموعة الحلول ذات المعادلة هو واحد زائد أو.